استعدادات متواضعة يفرضها الواقع المعيشي في شهر رمضان هذا العام، هذا الواقع الذي لم يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة سوى بمزيد من الغلاء الذي وصف بالفاحش والذي انعكس بدوره على كل مفاصل الحياة، ولا سيما المواد الغذائية وبعض السلع التي لم تعد في متناول الجميع. رجعنا لهالمدينة بحكم أنه صار أمن وأمان جزئيا، الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان نزلت على السوق لأتسوق شوية أغراض، لقيت الأسعار شوي كتير مرتفعة على موجب السنة الماضية، ينعاد علينا وعليكم. كانت الأسعار خفيفة ولكن هلأ الأسعار كتير غالي بحكم الدولار بحكم هالمال اللي نزل لعنا. تسوقت شوية أغراض على قدر إمكانيتي. الطقوس الرمضانية وإن بدت على غير عادتها إلا أنها لا تخفي نفسها هنا في جسر الشغور، بدءا من المشروبات الرمضانية المعروفة مرورا بالمعروك الذي يعد إحدى أهم ركائز المائدة في رمضان، ووصولا إلى الزينة الرمضانية ولو كانت بنسبة أقل من الأعوام السابقة بسبب ارتفاع الأسعار إثر انخفاض قيمة الليرتين السورية والتركية. جهزنا المواد الأولية كلها وجبنا مواد وزبطنا موضوع الشغل وهيك ترتيباته، ومن ناحية العمال كمان والكل أمورنا جاهزة، وبس في شوية غلب الأسعار المواد الأولية هالسنة، يعني غير كل سنة في ارتفاع يعني ملحوظ بالأسعار. تختصر معظم العائلات كثيرا من لوازمها الضرورية في رمضان، إلا أنها تحاول الحفاظ على تقاليده المعتادة وسط هذا الغلاء، مستغلة فترة الهدوء النسبي التي يأملون دوامها. بوضع استثنائي وبظروف معيشية صعبة يستقبل أهالي مدينة جسر الشغور شهر رمضان بعاداته المحببة ولو كانت على غير ما ألفوه، حالهم كحال بقية مدن إدلب وأريافها. منير الحاج، تلفزيون سوريا، جسر الشغور، ريف إدلب الغربي.